أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس سورة العنكبوت، وتوقفنا فيها عند قول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وتحدثنا بارك الله فيكم عن السورة ومقصدها، وأنها تركز عن الحديث في وصية الله للمؤمنين المستضعفين الذين فتنوا في دينهم بالصبر. تتحدث السورة عن وصية الله عز وجل وعنايته سبحانه وتعالى بالمؤمنين المستضعفين الذين فتنوا في دينهم، وتوجيه الله عز وجل لهم بالصبر والثبات. وقد ذكر الله تعالى في ثنايا السورة ما يثبتهم على ذلك ويؤنسهم من ذكر قصص الأنبياء قبلهم الذين واجهوا قومهم وأوذوا في سبيل دعوتهم إلى الله تعالى. بعد ذكر قصة نوح ثم قصة إبراهيم جاءت قصة لوط عليه السلام. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نلاحظ أيها الإخوة أن قصة لوط في القرآن الكريم جاء فيها إنكار لوط على قومه في فعل الفاحشة، إنكاره عليهم بفعل الفاحشة دون أمرهم بعبادة الله عز وجل، كأسوأ كغيره من الأنبياء. فما السر في هذا؟ ما السر في أن لوط عليه السلام كانت قصته في القرآن في الإنكار على قومه في فعل الفاحشة واللواط دون أمرهم بعبادة الله عز وجل؟ من يجيب؟ أحسنت، أنه تبع لدعوة إبراهيم. وقد سبق قول إبراهيم: اعبدوا الله واتقوه ما لكم من إله غيره. فهم قوم إبراهيم، لكنهم قرية من القرى التي كانت يدعوها إبراهيم وهي سدوم، كان فيها لوط عليه السلام، وكانت هذه القرية مما فشى فيها تلك الفاحشة المشينة التي لم يسبق أو يسبق إليها في عهد من قبلهم. فكان تركيز لوط عليه السلام في نهيهم عن تلك الفاحشة المشينة، وكان ذلك هو الظاهر في القرآن. وفيها عبرة للمستضعفين أن الله عز وجل سينجيهم كما أنجى لوط عليه السلام يوم أن الله عز وجل أهلك قومه. فهذا هو موضع عبرة في هذه القصة، كما أن الله أنجى نوح ثم أنجى إبراهيم، كذلك أشار هنا في السورة إلى نجاة لوط، ففيها عبرة للمستضعفين الذين فتنوا في دينهم وأوذوا بأن الله سينجيهم كما أنجى لوط عليه السلام. والفاحشة في قوله تأتون الفاحشة، المقصود بها الفاحشة في الأصل هي التي بلغت الغاية في الفحش والقبح، والمراد بها هنا اللواط. قال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
ذكر ما اشتملت عليه الفاحشة منهم في ثلاثة أمور. الأول قطع السبيل. وما المقصود بقطع السبيل في فعل قوم لوط؟ إما أن يكون المقصود بهم بقطع السبيل هو قطع الطريق على المارة وأخذ أموالهم وسرقتهم، وإما أن يكون وهو الأظهر هو التصدي للمارين في الطرقات أو في الأسفار بأخذ أموالهم وفعل الفاحشة بهم، وكانوا يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من يريدونه للفاحشة قسرا. كانوا يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من يريدونه للفاحشة قسرا. وأما إتيان المنكر في ناديهم، إتيان المنكر في ناديهم، فالمراد به أنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر الفاحشة والتخطيط لها وما يثيرها من التغزل ورمي الحصى على من يريدون فعل الفاحشة به والتظاهر بتزيين الفاحشة دون التستر منها. كل ذلك مما كانوا يأتون به المنكر في ناديهم. إذن المقصود بإتيان المنكر هنا في ناديهم حديثهم عن الفاحشة وما يتعلق بها وقد يدخل فيها فعلها. والنادي هو المكان الذي يجتمع فيه وينتدي فيه الناس ليتحدثوا فيه ويتشارون أو يتناقشون في أمر من الأمور، وهو مشتق من الندو، وهو الاجتماع نهارا. أما الاجتماع ليلا فيسمى إيش؟ السامر أو السمر. فالمقصود به هنا اجتماعهم بالنهار لحديثهم فيما هم فيه. قالوا ائتنا بعذاب الله، يدل على أن دعوته تضمنت في نهيهم تهديدهم بالعذاب. قولهم ائتنا بعذاب الله يدل على أنه هددهم بعذاب الله تعالى، فقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. وفي هذه الدعوة ذكر ما بيناه قبل قليل أو في المجلس الماضي من أن الدعاء ينبغي أن يتضمن ما فعل الظالمين في الدعاء عليهم. فقال ربي انصرني على القوم المفسدين، فهؤلاء مفسدون بفعلهم الفاحشة القبيحة، وأراد بذلك النصر عليهم. ماذا؟ ما المراد بدعوته أن ينصره الله عليهم؟ أن يعاقبهم. أراد بذلك أن يعاقبهم وينزل عقابه عليهم، هذا المقصود به. ووصفهم بالإفساد هنا ظاهر من حيث أنه موافق لأفعالهم الفاسدة، ومن أعظمها فسادا فعل اللواط. قال الله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. جاءت رسل الله وملائكته إلى إبراهيم قبل لوط ليدل على أنه نبيهم، وإلا لو لم يكن إبراهيم نبيهم لما أتت الرسل إليه. هذا يدل على أن دعوة لوط تابعة لدعوة إبراهيم، لكن الرسل أتوا إلى إبراهيم الرحيم الرؤوف بقومه، أتوه بالبشرى، قدموا له الخبر بالبشرى حتى يطمئن قلبه، لأنه لو أخبروه بإهلاك قوم لوط لربما حزن و يعني تألم من ذلك وجادلهم فيه. قال ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وما هي البشرى التي أتوه بها؟ نعم، هو بشرى بأن الله عز وجل سيؤتيه ولدا وهو إسحاق عليه السلام. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، والقرية هي قرية سدوم قرية لوط،
قال إن فيها إن أهلها كانوا ظالمين، فبين الله تعالى وصفا آخر من صفاتهم، وصفهم الوصف الأول بالمفسدين، ثم وصفهم الله بالظالمين، إن أهلها كانوا ظالمين، يعني قد طغوا، هم مفسدون وزادوا في الإفساد الطغيان الظلم والتجاوز. ثم قال الله تعالى قال إن عن إبراهيم قال إن فيها لوطا، يعني أنه ظن إبراهيم أو خشي أن تكون العقوبة تشمل أهل القرية كل أن تشمل أهل القرية كلهم، فيكون منهم المؤمنون ومنهم لوط عليه السلام. قالوا نحن أعلم بمن فيها. لماذا أجابوا بقوله نحن أعلم بمن فيها ولم يجيبوا بقول نحن أعلم بأن لوط فيها وأنه ممن سينجيه الله؟ هذا وجواب أنه هذا يدل على أنهم قد أرسلهم الله بعلم تام، أرسلهم الله بعلم تام من في القرية وأحوالها وأهلها ومن يستحق النجاة ومن يستحق العقاب ودرجات عقوبة أهلها، فهم ليسوا على درجة واحدة، فالطغاة منهم أشد عقوبة ممن هم دونهم. فقولهم نحن أعلم بمن فيها يدل على دقة علمهم بما أرسلوا به، ولا يدل ذلك على فضيلتهم على إبراهيم، قد يدل على علمهم أنهم أعلم من إبراهيم بأحوال القرية والمفسدون فيها والصالحون فيها ومن يستحق العقاب، نعم، لكنه لا يدل على فضيلتهم على إبراهيم بالعلم، إذ إن إبراهيم قد أوتي النبوة والكتاب كما قال الله تعالى عنه قبل ذلك. لكنهم في هذه في هذه في هذه في هذه الحالة، وبهذا يمكن أن يقال أيها الإخوة بأن الإنسان قد يكون فاضلا وعالما في هذا الأمر أكثر من غيره ممن هو أفضل منه، يعني قد يكون الإنسان عالما بالفقه مبرزا فيه وظاهرا علمه وسابقا غيره، لكنه لا يدل ذلك على فضله على غيره، لا يدل على فضله على غيره. قد يكون الإنسان بعلمه العام أفضل، وقد يكون الإنسان إنسان آخر بعلمه الخاص بشيء من الأمور هو أعلم. قال الله تعالى لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يدل على أن لوط معه من المؤمنين أهله إلا امرأته، إلا امرأته التي خانته كما قال الله عز وجل عنها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فهي كافرة خائنة لدينها. قال كانت من الغابرين، فهذا يدل على ما ذكر على الشاهد الذي يريد الله عز وجل أن يبينه لعباده المؤمنين، وهو نجاتهم ممن كانوا سببا في فتنتهم. فقال الله لننجينه وأهله، فانظروا أن كلمة النجاة تكررت في القصص الثلاث ليؤكد أنها هي الغرض في ورود القصص الثلاث، وهي أن الله يعد المؤمنين ويطمئنهم بنصره ونجاتهم. ولما قال الله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، كيف يكون لوط عليه السلام يسيء بملائكة الله ويضيق به ذرعا؟ هذا قبل قبل علمه بأنهم ملائكة، إذ أنهم جاءوا على هيئة رجال، جاءوا على هيئة رجال، فلم يعلم لوط عليه السلام أنهم من أنبياء الله أو من ملائكته، فكان من عادته أنهم مضيافا كإبراهيم عليه السلام، فلما جاءوه سيء بهم. ولماذا سيء بهم؟ خشي عليهم من قومه، خشي عليهم من قومه، ولهذا قال وضاق بهم ذرعا إن يصيبهم أهل قومه بسوء.
قالوا أي الملائكة لا تخف ولا تحزن. ما الفرق بين الخوف والحزن هنا؟ لا تخف على ماذا ولا تحزن من ماذا؟ نعم، لكن ما المقصود بها في المعنى الآية؟ لا تخاف علينا ولا تحزن، ولا تحزن على نفسك يعني لا تخف علينا ولا تحزن على ما سيكون من هلاك قومك ونجاتك. فالخوف هنا متعلق بهم، والنجاة والحزن متعلق به وبقومه. قال الله تعالى: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. هنا تأكيد بعد أخبار إبراهيم بنجاتهم، أخبر الله عز وجل لوط بنجاته وأهله. قال الله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية، قال الله عن ملائكته: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون. والرجز هو العذاب الأليم أو المؤلم، الرجز هو العذاب المؤلم. وما كان عذابهم؟ ما العذاب الذي أتاهم؟ أن الله تعالى قلب عليهم، أن جبريل عليه السلام قد رفعهم من الأرض ثم كفأهم فانقلبوا على وجوههم صاغرين، ثم أمطر الله تعالى عليهم بحجارة من سجيل مقابل جزاء على أعمالهم، إذ أنهم قلبوا فطرة الله فأتوا الرجال دون النساء، فقلب الله تعالى قلبهم الله تعالى بالعذاب وأمطر عليهم حجارة من سجيل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لقد تركنا منها آية بينة، وصف الله تعالى هنا الآية بأنها بينة، ولم يصف السفينة بأنها بينة، فما السر في هذا؟ هناك ولقد تركناها آية للعالمين، هنا يدل على أنها بينة واضحة مشاهدة، إذ أنها قرى أو قرية بقي فيها ما بقي بعد هلاك قومها وتدميرها، بقيت منها بقية. أما السفينة فقد لا تكون باقية، قد تكون غارقة في بحر، في البحر أو نحو ذلك. فالمقصود هنا أنها بينة لكل من يمر عليها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أخرى من قصص التي فيها عبرة وعظة للمؤمنين، وفيها تخويف للكافرين المكذبين. قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ما معنى ارجوا اليوم الآخر؟ ما معنى ارجوا اليوم الآخر؟ استعدوا له، والاستعداد يكون بالعمل الصالح، بالإيمان أولا والعمل الصالح. فهذا معنى رجاء اليوم الآخر، برجاء ما فيه من الوعد ومن النعيم بالجنة بالاستعداد له. قال الله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا وصف الله عذاب قوم شعيب بالرجفة، ووصفهم في هود بالصيحة، وصف العذاب هناك بالصيحة فأخذتهم الصيحة في قصة هود، في سورة هود. نعم، في سورة هود. فلماذا أو ما الفرق بين الرجفة والصيحة، وكيف اجتمعتا في حال قوم شعيب؟ ها، نعم،
يعني أو بمعنى آخر يعني الصيحة الرجفة متعلقة بالتدمير بتدميرهم بالأرض، والصيحة متعلقة بصوتها. إذن الرجفة متعلقة بتدمير ديارهم وزلزلتهم، والصيحة بحوث كونها ذات صوت قوي كالصيحة، فلا منافاة أو تناقض بينها. إذن أيها الإخوة، هذه القصص الأربع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها الغرض المسوق من أجله، الغرض المسوق من أجله هذه القصص، وهي أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالمصابرة على إبلاغ الدعوة والرسالة، والصبر على أذى الكافرين وفتنتهم، وثالثا نصر الله عز وجل لعباده وأوليائه، ورابعا تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. كل هذه الأمور هي مقصودة في هذه القصص الأربعة، مراعاة فيها المؤمنين. ثم تأتي بعد ذلك القصص الأخرى سردا إجمالا، هي في جانب الكافرين، يعني تهديدا للكافرين وتوعدا لهم وتذكيرا بحال أولئك الأمم السابقة التي سبقتهم من المكذبين. قال الله: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. والخطاب في قوله لكم لمن؟ في الأصل أنها الكفار قريش، كفار هذه الأمة. قد تبين لكم من مساكنهم. كيف تبين لهم من مساكنهم؟ يعني شاهدوا عذاب الله في مساكنهم، ورأوا تدميره، ورأوا آثار هلاكهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان أعمالهم. كيف زين لهم الشيطان أعمالهم؟ بأن جعلهم يعتقدون أن هذه الآلهة وأنهم على هذا الدين الذي هم عليه، وهذه العبادة، هم على الحق. إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. فهم يظنون أنهم على هدى بتزيين الشيطان لهم هذه العبادة، عبادة الأصنام وتوارثها عن آبائهم. فصدهم عن السبيل، والسبيل هو دين الله الحق الذي لا سبيل غيره. وكانوا مستبصرين. ما معنى كانوا مستبصرين؟ أي كانوا عالمين الحق ومستبصرين بالآيات، كانوا مستبصرين يبصرون آيات الله عز وجل التي أرسلها الله تأييدا لأنبيائه. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن كفر عاد وثمود كان كفر جحود وإنكار واستكبار، وأنهم علموا الحق. والدليل على ذلك أن الله تعالى أرسل إليهم آيات بينات يبصرونها لكنها لم تنفعهم ولم يؤمنوا بها. قال الله تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. ذكر الله تعالى هؤلاء الثلاثة ولم يذكر قوم موسى، يعني ذكر الله تعالى الأسماء كبارهم وصناديدهم وكفارهم، ولم يذكرهم باسم القوم كما قال الله: عادا وثمود. فما السر في هذا؟ ما السر في ذكر هؤلاء الصناديد الكبار المستكبرين؟ أمرين. الأمر الأول إيش؟ أحسنت، أنهم تزعموا قومهم واستخفوا بهم وطغوا بأنفسهم على قومهم، هذا الأمر الأول. الثاني أن فيه تعريض وتهديد لصناديد قريش. انظروا إلى هؤلاء الصناديد الذين كانوا في قومهم زعماء رؤساء كبار، كيف كان حالهم؟ فهو تهديد مباشر لزعماء قريش كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من أن الله عز وجل سيأخذهم كما أخذ هؤلاء.
فتخصيصهم مقصود بذلك تهديدا لزعماء قريش وكبارهم. قال الله: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض، أي أن تكذيبهم كان بسبب استكبار. وقوله استكبروا في الأرض، ما المقصود به استكبروا في الأرض؟ الأرض ما هي؟ يعني قد يكون المقصود بها أرض مصر، أو قد يكون أن استكبارهم وزعمتهم طغت في الأرض وكان لهم سطوة وقوة في الأرض عموما. قد يكون ذلك بسمعتهم وقوتهم وهيمنتهم أو نحو ذلك، ولم يكونوا ملك الأرض كلها، لكن المقصود قوتهم وسلطانهم. وما كانوا سابقين، ما معنى وما كانوا سابقين؟ يعني وما كانوا سابقين مفلتين من عذاب الله وعقابه وأمره وحكمه فيهم، ففي ذلك تهديد لكل كافر مستكبر أنه لن يسبق أمر الله حكمه ولن يفلت منه. وهو تهديد لمثل هؤلاء الطغاة اليوم الذين قد تبوأوا في قومهم زعامة واستكبروا في الأرض التي هم فيها، فعاتوا فيها فسادا وظلما وطغيانا، فإنهم والله ليسوا على الله بسابقين ولن يفلتوا من أمره سبحانه وتعالى وحكمه. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن ساق هذه القصص، قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما مناسبة هذه الآية التي سميت السورة بها العنكبوت؟ يعني ما المقصود بعد ذكر الله عز وجل لهؤلاء لهذه الأمم كلها ذكر الله مثالها وصورها بمثال يشابهها وهي بيت العنكبوت؟ ما الغرض هنا؟ ما الغرض الذي سيقت من أجله هذه الآية وتسميتها بها؟ يعني هنا المقصود به إما أن يكون المقصود بيان حقيقة دعوتهم غير الله عز وجل وأنها ليست بشيء، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تملك شيئا من النفع والضر، فهي عبادة هاوية خاوية ضعيفة لا مستمسك لها، كما أن بيت العنكبوت ضعيف لا مستمسك له. قد يكون هذا المقصود، وقد يكون أيضا مقصود آخر. نعم، أحسنت، أن اعتقاد، وهي نفس المعنى لكنه في معنى آخر مؤكد، أن اعتقاد وتعلق هؤلاء، أن تعلق هؤلاء الكافرين بآلهتهم كتعلق العنكبوت بشباكها في بيتها، ليست بشيء ولا تحملها ولن تحميها من هبوب الرياح وآثارها أو غير ذلك، فهي تبين وتمثل حقيقة تعلق هذه الآلهة أو هؤلاء المشركين بآلهتهم، وأنها لا تغني عنهم شيئا. وعلى كل حال بارك الله فيكم، هي في حقيقة الأمر هو في بيان حقيقة بيت الشرك، وأنه واهي وأنه لن ينفع أهله، وأنه بيت يشبه بيت العنكبوت من عدة وجوه. ما هي هذه الآية؟ ذكر بعض العلماء فيها أن فيها إعجاز في تشبيه بيت العنكبوت بيت الشرك من عدة وجوه. من الوجه الأول من ضعف التعلق كما ذكرنا قبل قليل، وأن هذا التعلق لن ينفعهم شيئا، سينهدم بأدنى
تغير. وأمر ثاني في شبه بيت العنكبوت بيت الشرك، نعم، يعني هو بيت العنكبوت، العنكبوت يقال أنه يأكل بعضه بعضا ويدمر بعضه بعضا، فهم في حقيقتهم من بسبب هذا الشرك وهذه العبادات على أخلاق سيئة، يأكل بعضهم بعضا في العدوان والتجاوز والظلم وغير ذلك، فهو بيت مشتمل على أخلاق سيئة واهية، وأيضا في تشتت أهلها وتفرقهم، فهذا البيت العنكبوت لم يبنى على أساس صحيح، وإنما هو مجرد هو من لعاب العنكبوت نفسها تبنيه بنفسها، وهو ليس بشيء، وإنما تتمسك به بلا معتمد. فهؤلاء في تفرقهم وتشتتهم لا بقاء لهم، وغير ذلك من الحقيقة صور التشابه التي ذكرت مما لا يحضرني الآن، لكن يبين أن وجه الشبه هنا عدة وجوه وليس هو وجه واحد. نعم. أحسنت. تجاوزنا آية وهي قول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ذكر الله عز وجل عاقبتهم، ذكر الله تعالى عاقبتهم، وهو أن الله تعالى أخذ كل قوم بذنبهم بذنوبهم. ومما الغرض من ذلك ما هو؟ الغرض من ذلك تهديد المشركين، وأن عذاب الله ليس واحد، وإنما هو متنوع وأخذه سبحانه وتعالى حيث يشاء. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، والحاصب ما هو؟ هو الريح الشديدة، الريح الشديدة التي تحصب أو تحصب الحصباء والحصى فتقتلعها، فهي ريح شديدة جدا، إذا كانت تقتلع الحجارة والحصباء فكيف بالإنسان؟ قال ومنهم من هؤلاء، من هم الذين أخذهم الله عز وجل بالحاصب؟ هم عاد. قال الله ومنهم من أخذته الصيحة، منهم من أخذته الصيحة، وهؤلاء ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض وهم قارون. ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بيان أن الله عز وجل إنما عاقبهم بذنوبهم، وأنهم ظلموا أنفسهم بإشراكهم بالله عز وجل وعدم إيمانهم به وبرسله. ثم تحدثنا عن الآية اللي بعدها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى وتلك إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. هذا بيان لحقيقة الأصنام وأنها ليست على شيء، ففيه تحقير لأصنامهم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعلم حقيقة هذه الأصنام وأنها ليست على شيء، وليس لها أمر ولا تصرف ولا نفع ولا ضر، وهو العزيز الحكيم أي الغالب سبحانه وتعالى. ومن عزته وغلبته أن يهلك قوم من يعبد هذه الأصنام ولا تنفعهم شيئا، ولا تنفعهم شيئا. والحكيم سبحانه وتعالى بحكمه وأمره. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية بيان بسفه عقول المشركين، بيان سفه عقول المشركين، وأنهم لن يعرفوا حقيقة هذه الأمثال، ولم يتعرفوا ويتدبروا فيها ويعرفوا مقصدها، فتدلهم على الحق والحقيقة فيؤمنوا، لكنهم لا يعلمون. قال الله وما يعقلها إلا العالمون،
فوصف الذي يعقل هذه الأمثال من العلماء الذي يعلم. فهذا حقيقة يعطينا أيها الإخوة فائدة عظيمة مهمة، وهي أن من فقه كتاب الله، أن من فقه كتاب الله عز وجل ودله ذلك على الحق والحقيقة فآمن وامتثل، أنه بذلك يستحق وصف العالم بآيات الله، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي علموا ما فيها من الهدى فأخذوه واتبعوه. فالعلم ليس هو مجرد إخواني كلمات تقال ومسائل تذكر، وإنما العلم الحقيقي هو العلم الذي يورث عملا، هو العلم الذي يورث عملا وهداية واهتداء. فالله تعالى هنا يبين أن هذه الأمثال التي يذكرها الله في القرآن لها حقائق، وأنها تحتاج إلى تأمل وتدبر وتعقل. الأمثال في القرآن عظيمة، وفيها من الحقائق والدلائل والمعاني ما يستبصر بها المسلم المؤمن ويهتدي. ومنها القصص أيضا، الأمثال فيها يدخل فيها القصص، يدخل في المثل القصص، لأن الأمثال قد تكون مثلا حقيقيا قد سبق، وإما أن تكون مثلا يعني ليس واقعيا، وإنما هو ضرب لمثال يشبه بشيء. فهذا يؤكد لنا أخواني الكرام أهمية تدبر القصص القرآن وتدبر الأمثال وحقيقتها وأن وراءها مقاصد. ويؤكد لنا أن قصص القرآن أيها الأخوة ليست أخبارا، لم تذكر كأخبار، وإنما ذكرت كمعاني ودروس يعتبر بها ويتعظ في منها ويهتدى بما فيها من الهدى. فحري بأن يكون هذا هو هدينا في كتاب الله عز وجل بما نقرأه وتأمله، لنتصف بهذا الوصف الذي ذكره الله ونكون ممن يعقل كتاب الله. وإلا إخوان الكرام فإن تلاوة كتاب الله مجردة ليست هي المقصودة في تنزيل الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. في هذه الآية يا إخوة مخاطبة للمؤمنين بتوجيههم إلى النظر والتفكر، بعد أن أشار لهم بالأمثال أمرهم وأشار لهم وعرض لهم بالتفكر والنظر في خلق الله عز وجل ودلائل قدرته ووحدانيته في خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فمما يرسخ الإيمان أيها الإخوة، يرسخ الإيمان والتوحيد واليقين، هو التفكر في خلق الله عز وجل، فيزيدك بالله معرفة وتعظيم ويقين بوحدانيته وخلقه وقدرته سبحانه وتعالى، ويزيدك أيضا معرفة ببطلان الشرك ومعتقداته، ويزيدك معرفة ببطلان الشرك ومعتقداته، وأن ليست بشيء إلا أن الله تعالى هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى، وأن يجعلنا جميعا من الصالحين في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.